رحمه ويحط عنكم الخطايا لذي رمضان بهدي يوم البرحيسة إلهي سبحانه وتعالى أمدو كل دبول يخيك سيا رحمة ديسا رحمة ديسا يا نحن سنسود ليسا ويحط عنكم الخطايا إلهي وحو إذن كريد يا أو إذن كالدادان يا حيالها قلوب تا أيا إذن كدعي أو رب إذن كريد يا سبحانه وتعالى ويستجيب فيه دعاءكم إلهي من دعوت إن يا مريم إنه أجيب يا بشر رمضان نحدا وفإذا أدوك رب له ويباهي بكم ملائكته ملائكتي سر الرب سبحانه وتعالى وإذن كفاري وذرية دومي قبل إيغا الشقي فألوا الله في أنفسكم خيرا إلهي وحدثت إنك تسيسان خير وبشائر خير فربضا وهذا أنت جاري ستان من الإلهي تسيسان سبحانه وتعالى وإذي كأر وأرقى فد دان الرسول صلى الله عليه وسلم والشقي من حرم فيه خير شقي وحاوي بشا سنه لغا حرميو لغا حرمانيو خير كيسا أو من حرم فيه الخير أما خير كما لغا حرمانيو بشا رمضان تحت هذا وأنا الخير هلين كاسا شقي لي مركا إلهي دعوذي وأجيب يا بشا سنه دعوذي يا الله بريقا وافوق العبادة واحد لذلك أيها رسولك أنه الدولي صلى الله عليه وسلم صدح إلهي تعوذ ذا معلن يوكي أجيبه صدح شيء أما صدح شخصي وريض ذا إلهي وأبري قرنتي لسي ويان هدو وحكي ما دوا حق قفك السقوية هذه حق أبو كي من هو يه إلهي من لنتوا أبا صدح ذا وحاوي الصائم حين يفطر أما الصائم حتى يفطر قفك صوما إلى أوك أفرمانت وإذن إلهي تعوذي سوى أجيبه أما سمعه وحوي مرحوس أفري وأجيبي لبعض الروايات القصوى الرئيب لبعض الصحوي مركي أضفرنا وحوي أجيبي تانكو واسي لبن لابي هاي هو وقت خاص عانيت ويا انت صبنت إن إله وأجيبي دعوه والإمام العادل إمامك عادل كان إله دعوه سوى أجيبي يا يوم يسونا رعيتي سوحوا إلهي هو يديسو أما كو يديسو دحل وضع وخير هو يديو أما أبارا إلهي كيكا أقول هو إياه وقفك وقاميها وقاميها قمان هو إياه نعم وحزن من جهوك الآن النهي وجوك إيوه رشوذ إيوه بلايد إيوه وحكى للدبريد إيوه مضعتني بجعالك إيوه وحن أنا أوسف إسمي إلهي دحوضه ذو أجيبي كان سدحات وحاوة دعوة المظلوم قفت الله ظلميين ايه ظلمان حتى ضدور قال بها هذا قال ظلمسي مجعل إلهي ظلم نفتي سوو كحرمي فلا تظالموا فيما بينكم دحدينا نهاي ظلمينين بوليه هاي إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس مركا هذا الله مسلم ايه ظلمينين إلهي بريدي سواه أجيب يا يو وحلي ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغماء إلى هيك وحبك ريال يا ضرورة هي ما الفسيسر وتفتح لها الله أبواب السماء يا الله فريا تعود مظلومك نيك مظلومك ألا بري جيسا هي هبار كيسا أبواب السماء الله فري وأماكن الإجابة يا الله فري ويقول رب وحريه إلى هيك وحورني وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين إلى هيك يا صدق الله يا عزتي عدم ضيّ جلال كيّا أيام كل قرطية كل كان ظل مرة وانكو جرجارية وانكو جرجارية متكد بعد أيه وطهر نقطه محل شاهد كأنه حوالي الصائم حتى يفطر فإذا كون ما جرى قفك مرفو سمية وإلهي لي خالص هو ورصوم وعلى الله وحي شهواك وسكيلاني وحي ربي رسولك أن صلى الله عليه وسلم وسكر الله قفك سمو صوم كيس أقول نبض جرى لدوني يا
إلا سيد اللوج السومي يعتدى يعبتانها يا واحد كذا اللوج السومي شهوات نفسي على السومي قولك حب على السومي فعلك حب على السومي واحد هذانا كسومي صو كذا فائدة مرة بلاش تقول جوتي بلاش تقول أعطي نبي قلنا سائل مشيئة من اللي يدع قول الزول والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إلهي وحده وكل يا مرة قف قاسم إنه عنتي عبتان إسكندا يوم حيا لوحي هذا صوك أبوك بتبات الله هذا دوس كدي موي صوك يسمى بتبات المركا ودوا مالي قرفوف وصوت توي وحفا إلى إنه بحجر موي مركا حديث قف وصوم إلهي بريد سوى جيبي شك مرة إلهي كل صوم هذا مخالص من الله يلوي وإلهي بريد الله واجي ولا نيال صوم قيادة كهذينا إن شاء الله تعالى وحنا كهذي دونا بيش ما حيكون صغنانا يسافر ومسألة مهمة ونقال دونا هذه هنا لكن هاي نقطة بس مسألة داسة أرد صوم كا محل هنا هذا وحوي في اللغة العربية صوم محل هنا هذا مطلق الإمساك قفك وحيس كده يوم هذا تقول إس كده يسوع هذا منتج إس كده هذا فعل إس كده يسوع وحال لي إصابة عن هذا الشيء قف كان الشيء وكسومي هذا المسكر نافي وكسوم على لي عنده مسكر نافي وكسوم على لي يا واحد فلان شق فلان وقبطه ما أعرف يعني إس كده وكسوم على لي قف واحد كعرف يستو إس كده دايو صوم والله إدراك معناه أن إمساكه عن الشيء شيء إس كده يوم صوم لي هذا حق اللغة لكن شرعي قام حاول صوم وحال لي هذا شرعي وكان أرد الله هاي وحوي الإمساك على المفطرات وعيالها مفطرات فهو شرع قوشة يصوك إن يقولين إياه أو قفك ومسكدائي مالين كاملين ومسكدائي مالين ضن ومسكدائي مالين كاسو مالين صون أقبر أيو أولي من ومسكدائي نية مخصوصة إن أكدائي يا صون إينا بمعنى وحورت المفطرات يسكدائي وحياله أفولين إياه يسكدائي وكيجوك صوت نعم مالي كامل أنا وحاسة إسكدا ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس اللي قال لي هوري عاد مفتراك إسكدا يسوم هذا يدور تنية وتنية تسوم بعد كل يزنات يسوم ما عكاس وإيه مالي بقول هو يعني مالي كا إسكدا هنا يسوم عنتدي هي عبيتانك وحيالها مفتراك هو ذلبا وإيه يهي مالي صورنا قولي داتي لهذه مالي صور مالي بعيدة أيان سومية أيام التشريق أيان سومية صور ما عكاس وأيضا يكون متميز مركو ربا هو حسين ما يصون هم مغلوب متميز هذا بقول ما يصون نقص مزارات ما يدين معي المالكة ما يصون أكبر يوم معها نية هنا تقولت ما يدين ويا هدي أد وحي صون لقاه ربا قلت ما يدين لكن هذا النيون يا إسنا صون معها كاس نية مخصوصة أيا للدون يا وهذا فرط أثر النيوت هذو قضايا قضاء النيوت هذو النذري هي النيوت هذو صلية هي النيوت نية قال هانين ويوح بحي العمل فطاعوا يوم عمل كان كما حسن بغير نية إنما الأعمال بالنيات الرسول كان إليه صلى الله عليه وسلم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العبادة إلهي لا تخالص فعلك أسمين يسوع وإن تكون نيوت إلهي نفت مركا صوم العبادة نظر يا صوم ونصوم نظامي مركا صومك أقول وحال واجبيه مرفو النبي قال لما مكك سوى جلو سد حين تونكي سنة الرسول قال لما كك وجوه صوم واجب ماهين صوم واجب ماهين تونكي سنة مدينة وجوه سنة كي لباد أيا لو واجبيه بش شعبان لباد أيضا هبين مارين اثنين أي إلهي واجبيه الرسول قال صلى الله عليه وسلم لوسو دجي صوم كوجوب كيس لذلك علماء الوحي إلى ذلك رسول كان يوحى صومي سقال تسع رمضانات سقال صوم صومي النبي صلى الله عليه وسلم سدح يلا بات السنة أي رسول أها حبيب صلى الله عليه وسلم سقال سنة أي صوم واجبة أنت كه الرئيسي صوم خاص هانين وصوم جري وعاشورة اليوم أي وصوم جري النبي صلى الله عليه وسلم هي عشر ذي الحجة يوم عرفة اليوم ما المقارة هانا اثنين يا خميس يوم أي صوم جري النبي صلى الله عليه وسلم لكن رمضان واجبي ديسو وحيث من سنة اللواد بعد هجرة رسول الله إلى المدينة بش شعبان أيا لواجبيين مركز بحال إلى هذا وعلمة ليهين
سقالك رمضان النبي صلى الله عليه وسلم حلق باصوب النضي سديتك لو حي هايين من سقال الى واتم يا هاي ارنكا سوى حوي وحقلوبتين الله وحسنين يا حتى سقال الى واتم صونتو ما هكي صونكي هرؤ صدن كصونتين وكان كأجل بطنين ما هدي رمضان هو يكون نقض سقال الى واتم ايو هدو صدن كوكارو أجل كاد كيلي سوء سكوب الدوين حي إلهي بقى إنتا كان نقاش مركب لتطمئن به قلوبنا أي إلهي سقو يالي إن هدان سهاء إلا واتن صون أحبان إلا نسخة منه أو هدان سلطن صونتي أين هو بكار نسخة كي سلطن صونتي كي سلطن صونتي هذا كأجل يرين تاسم عنها الدين طيب اللي يلي مركب صونك وقت يسأل لواجه إلهي محبو أغن بقي بشان رمضان تحديدا إله كلام حلوس ولو قلت قوي قوي رمضان يا ما قعنا وصيلها أنت أنا لسه من قوي تقول مركز صوم في إله ويجي مش ما قعنا نوم بحيمة رمضان رمضان يسيح مركز إله يقول يا هاي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لليه هاي القرآن كوحال سود جاري رمضان القرآن كهذا السنة كل بعد هجرة موسى بالله من دقيت سوما يا مركز كهرس تحت وصل سود جاري القرآن مركا كهر أي إله سبحانه وتعالى قرآن أو مجملة جملة واحدة أنزل الله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بيت العزة مش اللي يلاهده وكياله في السماء الثانية على مقابل الكعبة كياله كما قال به العلماء هل كاسو إله كان وكان يتنزل هل كاسو كسو دقيق القرآن كسو دقيق أها بحسب الحوادث والنوازل أرمها قلبه والقضايا أرمها إيمان يوم أيضا هو فق يوم أيها الناس كسر دقدقة يا قرآن هل قاس كسر دقدقة مركا مركا إلى هاي كسر دقدقة أو قبل بداية نزول القرآن قرآن كدقتاك يسمى لا بشد يسكه ربعها أي إله رمضان سي شبيه مركا مركو إله واجبيه كل هو واجبينا بشهر رمضان وين وين محيا لا يا بشي نسوب لها بش عصونا ولا سووا طوبا معي هدوا بشي القرآن كان لسو دجي مركا شيء أفضي بضناء يا قرآن كأها بشي لسو دجي إنا ينور نقلت بش هدنا أن سومينه أي إله نقر ومع ذلك هدنا هناك وحويا المشابهة بين القرآن ورمضان القرآن كي رمضان هذا روح يا رب ضنا وكل حياتنا وحاكم إذا القرآن كهو شفيعي رمضان كهو شفيعي في الحديث الصحيح أي رسولك أنه العليه صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفع الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة القرآن هي صونك لبضع أضوب وشفيعيا لبك الشفيعي سمر هذا الأساس الأحدجي إن أي أسكو وقت رمضان ما دام مش رمضان نسو دجيين أمرك صونك أي نسوه لهين ما دام سنق الشفيعي لقد مر إلى جماعة الأولى إلى جماعة الآخر إلى رجب إلى شعبان إلى جماعة إلى رمضان قال لقد جاي ليوافق ليوافق فيه نزول القرآن القرآن الذي تنبس إلى مش وافقه أي إله سأو يلي يعني إيه حكم كل رب يسأل مقرن أيوه بش أسوي نوقر لقي مركز إله سبحانه وتعالى بش أن يسوم لهن أن ينوقر صوم كمرك ولا ريال لما ربنا يقول لي هايو لا ربي أي لا يا بس وما هي إن مفطرات وحيارها قفك أفوليو وسكدها يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهم وهذا سأل لي صوم بحبك ما هيس روني قال الله أبو حوي نيو إلى لي مال وأنا عمت إسكدها يوم وحنا روني بوري فجر كه يا إلى غروب الشمس ما هي لك إلهي بصائم أبو شيء سبحانه وتعالى إلهي بصائم أبو شيء إلهي وحولي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني الحريسة فكلوا واشربوا حبيك ما لشيقية يا الله عمي هو حال إله ده إلهي بقول لي هاي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آية وحنو كقعدنا هنا وما ذي هو ربع إن يصوم هاي إننا أم صوم لنا لكن كيفية يسكون معها لذلك علماء وحيليه حتى
إنك وقتي وصونك في اللابنة جاي واحد أنا مركز وشريعة هذا أي مدى شاجرة يا حكمتها مرهد العشاء اللي تبكدو واحد بحرام من الغول جاي صون باب اللابنة جاي مباشرة باب اللابنة جاي حبل ما عبد الكريم نور روبان واني كريم هلو جاي مركة ومدى أنا وحيال وخصة وحكمتها إن هبينك يوم نبي إلهي وعنتظ وخصة حي فحل وحي مقدرات كاي ورنبا يا إلهي كفى صحيح وصوك قريني لها صوك إنه خاصون ضي مالك وبس هبينك مرك إلهي اسكعون وقولي اسكعب وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير من قبل بداية التبين مرك أهر أي عداته إن إفتينك هو بالأرض مقدقي إفتينك كالقاب كودي آيتها الخير الأبيض وخير وحوي خير النهار واي افتين كان هارك يا مالك النجدة من الخير الأسود سوادك هبيك كركع وضي إلى أتجار تاني وحنا أبو إلهي لي سبحانه وتعالى أما هارك هذه اللي قال صومها ثم أتم الصيام إلى الليل مركا صومك بالله أو هبين هذا أنت اللي قال يا صومك والله صومك مركا هبين حقيقة مك بالله ريا غروب شمس مك بالله لذلك أنت قد حيوم وإن كقيرات وح الله وحده افتراضها أم مفتراضها أم صومك خليها لفظ ومعنى بوحي صومك هالليلة هي تفضل التوالي هذي هذي هو أفك وحك مجره سراد إلى يدل عليه محقق النقطة وحي آذ يغضوه صومك كان بريا أفك وحك الله صومك هذي اسكبت ذلك هذي وحي يغضين صومك كان بريا